السلام عليكم. حمزه فاهم مستخدم داخل شركه ليداك. اليوم حنا كنوقفوا الوقفه 27، كنشكروا الصحافه اللي كتواكب هذه الوقفات ديالنا. الاباء ديالنا المتقاعدين وصلوا للوقفه 97. الاذان الصاغيه او الجهات المسؤوله او المعنيه عن هذا القطاع كنظن بانها في سوباش. واش ما عرفوش هاد الناس اللي شفروا لنا الارزاق ديالنا؟ ما عرفوش هاد الناس المسؤولين على المشاريع الاجتماعيه وعلى التعاضديه ديالنا، وكذلك المسؤولين على التنسيق الاداري والنقابي؟ واش ما قدروش انهم يدخلوا على الخط؟ اليوم حنا شباب مزاولين داخل هذا القطاع، مخضرمين وشياخ وارامل وهشام، تابشين في المبدا ديالنا. كنقولوا لا للفساد ولا لتدوير الفساد. المطالب ديالنا مطالب حقيقيه، وللاسف ماشي مطالب بل هي استرجاع الحقوق، حقوق ديالنا اللي من بين التعاضديه. اليوم حنا صابحين على واحد الخبر اللي هو كياسفنا وكيضرنا في الخاطر ديالنا، اللي مزاول معانا داخل القطاع كيموت داخل المكتب ديالو. كيف يعقل انه فاش كتحروا الحقائق كتلقى بان هذا السيد هذا ما قدرش انه يواكب مجموعه ديال الاجراءات الطبيه؟ هذا الشيء يدل عن شيء، فهو كيدل على الضعف داخل هذا القطاع، سواء التسييري سواء النقابي سواء الاداري. مجازر كبيره كنتعرضوا لها كعمال، كنتمنى من الجهات المعنيه انها تدخل على الخط وتوقف هذا النزيف ديالنا. انا ما كنظنش بانكم ما سمعتوش المشاكل ديالنا، ولكن للاسف كنظن بانه كاينه ايادي خفيه اللي كتواطئ علينا. كنقولوا لكم حنا ثابتين في المبدا ديالنا، الرساله ديالنا كنشيروها للجهات المعنيه. حنا نفس المشكل اللي عندنا ديال الخانه 65 كانت حل في مدينه تطوان، وهذا الشيء يجب وكان تحل من طرف السيد الوالي السيد مهيديه. حنا كنقولوا للسيد الوالي كما حليتي المشكل في مدينه تطوان، كنتمناو انك كنعرفوك بالنزاهه ديالك وبالقوه ديالك وبالصرامه ديالك انك تحل المشكل ديالنا داخل هذه المدينه اللي هي مدينه الدير البيضاء. حنا محافظين على السلم الاجتماعي، محافظين على سيروره النظام ديال توزيع الماء والكهرباء، لكن للاسف حقوق ديالنا مهضومه، وكنتمناو انكم تدخلوا في القريب العاجل. القطاع الحيوي ديالنا، حنا في واحد القطاع اللي ممكن انني نشرح لك الكوتيزاسيو ديالنا في التعاضديه ديالنا ممكن تكون اكبر قطاعات داخل المملكه المغربيه، ولكن للاسف الا حطيت لك الباريم ديال رومبورسومو ديالنا في التعاضديه راه غتشد الراس ديالك وغتقول اللهم انا هذا لمنكر. حنا مع الحجر على المذكره، ولكن السؤال مطروح، لماذا تم الحجر على المذكره؟ لماذا تم تطبيق المذكره والحجر على التعاضديه وكذلك المشاريع الجماعيه؟ تم ضرب ناقوس الخطر. هاد الناس المسؤولين على هاد الصناديق كانت خليت اختلاسات، إلا ما تبتش عليهم الاختلاسات والسرقة راه كيتبت عليهم سوء التدبير، وسوء التدبير في الحد بحد ذاته فهو عقاب على فهو يجب العقاب عليه، لذلك وجب التدخل من الجهات المعنية والسلطات. حنا مقبلين مشاريع كبيرة ورؤية ديال صاحب الجلالة من أجل النهوض بالمملكة المغربية، والحمد لله هادشي كنلاحظوه بمجموعة والنزاهة ديال مجموعة ديال المسؤولين عن هذه البلاد، لكن للأسف دائما كتلقاو غنقولها بهذ العبارة، حوته وحده كتخنش الشوارع الإخوان، هما الفاسدين وسارقي الأموال العام وكذلك المتواطئين معهم من أجل حمايتهم. معكم عبد الرحيم صابر مستخدم في قطاع توزيع الماء والكهرباء وتشغيل السائل بمدينة الدار البيضاء. اولا وقبل كل شيء كنبغي نشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي كتسهر على التغطيه ديال الوقفات الاحتجاجيه ديال عمال القطاع وخصوصا في مدينه الدار البيضاء. هذه من الوقفات، هذه الوقفه 27 اللي ديما كناجلوا بها بنفس المطالب، وماشي مشكل نعاودوا نكرروها امام المراه ديال الراي المغربي ولا الراي العام المغربي، وهي مطالب كتجلى محاسبة أي واحد فسد لنا الصندوق ديال التعاضدية والصندوق ديال المشاريع الاجتماعية. مطالب كتخص شركة جاوية لدخلات جديدة اللي كنطالبوا منها بأن دينا ملائمة ديال الأجور مع جميع الوكالات والشركة والمكاتب اللي تحقوا بالشركة الجهوية. كذلك كاين مطالب ديال إدراج أي زيادة ولا منحة غادا تكون في الخانة 106 اللي كيتخلصوا عليها في التقاعد ديالنا. من هنا كنبغي نقول باننا نحن نؤمن بالشركه الجهويه متعدده الخدمات. لماذا؟ لاننا نلمس فيها مفهوم تمغربيت. نحن اليوم
نحتاج في قطاعنا الى كلمه تمغرابيت ومفهوم كلمه تمغرابيت. علاش؟ لان لنا فيها ايمان بانها ستكون حل من الحلول اللي غادي ترجع لنا المكتسبات ديالنا اللي تفقدات في الشركات الاجنبيه. غنحاولوا نرجعها وكذلك غنحققوا بها المطالب اللي كنطالبوا بها. اليوم حنا في الوقفه 27 كيف سبق وكنتذكرت اكتشفنا بان كاين واحد المرض اللي كينخرج القطاع وهو سرطان نقابي. ملي كنقول سرطان نقابي اكتشفناه بواحد 27 وقفه. اليوم ومن وراء الوقفه 27 غنباشروا في التداوي من هذا المرض المعضل. عرفنا المرض فين كاين، اليوم غنباشروا في التداوي منه ابارتير من بعد هذه الوقفه. في الاخير كنبغي نعبر على التضامن ديالي لشيخيلة مكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع الكهرباء، كنتضامنوا معاهم وكنبغي نقول لهم الا كنا كنقولوا انتم السابقون ونحن اللاحقون، اليوم بغيت نقول لكم الشيخيلة ديال مكتب الوطني للماء والكهرباء نحن السابقون وانتم اللاحقون. بالنسبه للبرنامج النضالي، بالنسبه للبرنامج النضالي اللي سطلناه حسب المراحل النضاليه اللي كانت، كاينين وقفات احتجاجيه. كنا في واحد المده ديال الاسبوع درنا وعبرنا على التضامن، عبرنا على السخط ديالنا على الاوضاع اللي وصلنا لها بواحد الشكل حضاري، وهي عن وضع شارات حمراء ضمننا بها استمرار الخدمات في مدينه الدار البيضاء والمحمديه. البرنامج النضالي ما نقدروش نعرفوه مستقبلا شنو هو كاين. علاش؟ حيت هو كيكون مرحلي، يعني المرحله اللي جايه خصنا نشوفوا التجاوب والاستجابه ديال الاطراف اللي داخله على القطاع وداخله على المطالب ديالنا، ومن بعد نقدروا نشوفوا البرنامج النضالي اللي غيكون ان شاء الله.